هي أغنية جديدة، ولكن كنا مسجلينها من فترة طويلة وبعدين قعدنا التوزيع بتاعها من أيام قليلة. لكن تحضيرات لها الأغنية ما كانت سهلة واستغرقت وقت طويل. دي كانت من الأغاني اللي أنا اخترتها أنا وماديان، كنا بنقعد مع بعض بنختار مجموعة من الأغاني لأسباب غير معلومة. كل ما نيجي فترة نفكر الأغنية ننزلها الناس تسمعها، يحصل اي ظروف ما تخلص، عايزين نصلح شويه في التوزيع، عايزين نعمل شويه في هندسه الصوت، نغير حاجه الايقاع بتاع الاغنيه، عايزين نظبط فيه حاجه، وكل مره يحصل تعطيل. وغير غلطان ايهاب مثل ما صار معودنا راح يستمر باطلاق السينجلز طيله الفتره المقبله. تفاصيل كتير مش هقول، ولكن هي المفاجاه ان انا عامل دويتو جديد، مش هقول بقى تفاصيل اكتر من كده. هو دويتو في اغنيه برضو هتكون دراما، بس دراما مختلفه شويه عن غلطان. الناس ما بيتمرش فيهم الحاجات الكويسة اللي حد بيعملها ويردوا عليها بأشياء مسيئة شوية. إن شاء الله هتكون الأغنية من ألحان عزيز برضو.